صايغ من المنصورة ودقيلي حلقة الذهب يا نورة ودقيلي حلقة الذهب يا نورة يا سيارة يا بعيد الغنبورة يا شدو معايا
ازيك يا حبيبتي؟ شاري قوي. ايه؟ تعالي كويس يا حبيبي. ما انا بجاع اهو. قول لي بتعمل ايه عندك لحد النهارده؟ هتكون بعمل ايه يعني؟ مش كده فرح وعيني مهدود كمان. مش كده فرح. لا 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 يا حبيبتي مش بقول لك انت. اصل الدكتور بيقلعني. لا ابي دخل عليا وانا قلع فبقول له عيب 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 يعني ما شخش كده. اصل هنا في الغد الدكتور يدخل كده على طول يلاقي واحد منهم خد هداف ودخل على طول. انا بكلمك عشان اقول لك مش حاضر يا جماعه. ان شاء الله حاجه بكره تضيفي يزيد حاجه حلوه حلوه. لا 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 يا حبيبي لا مش بقول لك كده. بس حاجه جميله جدا كده حاجه جميله جدا. تلاقي الرسول ده يمكن رايح حاجات كده. ها؟ لا يا رب ان شاء الله بكره جاي اكيد اكيد يا رب. مع السلامه مع السلامه. وفاء الو ايوه لو سمحت سلمي على مع السلامه. حلقة الذهب يا صبي.